من حقوقه عليه الصلاة والسلام بجانب الفرح به الاتباع. الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المتابعة والموافقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وفي كل ما يدر من حقوقه عليه الصلاة والسلام. المتابعة: كان عبد الله بن عمر محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة المتابعة له فيما لا يلزم، حيثما صلى صلى، وحيثما بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت ناقة عبد الله بن عمر، وهكذا يتتبعه، بل يوافقه حتى في مشيته، حتى في مشيته. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اعتنوا بخصاله وصفاته ووصفوه عليه الصلاة والسلام وصفا، ورسموه رسما ورصدوه رصدا، وروى ذلك الرواة ونقله النقلة وحدث به المحدثون، فوصفوه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبي: يا رسول الله، إن لي صلاة، فهل أجعل لك من صلاتي الربع؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: فالثلث؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال: إذن يكفك الله همك ويغفر ذنبك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نصر دينه، نصر دينه عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في التأسي به. نصر دينه، أن ننصر دين رسول الله في أنفسنا أولا، بالتزامه في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، ثم بعد ذلك ننصره في العالم كله، أن ننصره في العالم كله، وأن يشمخ المسلم بدينه، وأن لا ينهزم، وأن يكون غرة وفي العالم درة، أن يكون متفردا متميزا، نحن أمة من دون الناس، أمة من دون الناس، هكذا أراد الله لنا. فعلينا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، وأن نبذل في ذلك النفس والنفيس. أحد علمائنا من عمان العلامة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي المحقق يقول: ونيتي كل ما يرضي الإله على أتم وجه وفي العهد والذمام، أن أملأ الأرض عدلا واللسان ذما والقلب شكرا لذي الآلاء والنعم، مستعملا كل عضو كل آونة في مال إيجاده وجدت من عدمي. هكذا ينبغي على المسلم أن يكون، وإن خالفه الناس أجمع عليه أن يثبت على دينه، وأن لا يتزعزع عنه قيد أمولة. لا، الشيخ أبو الحسن الندوي ماذا يقول في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ يقول: إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، ولكنه خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، ويفرض على البشرية اتجاهه، ويملي عليها إرادته، لأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهه، فليس مقامه مقام التقليد والاتباع، إن مقامه مقام القيادة والإمامة، مقام الإرشاد والتوجيه، مقام الآمر الناهي. فإذا تنكر له الزمان وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة، لم يكن له أن يخضع ويضع أوزاره ويسالم الدهر، بل عليه أن يثور عليه وينازله،
ويظل في صراع معه وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع والاستكانة للأحوال القاصرة والأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر لهو من شأن الضعفاء والأقزام. وأما المؤمن القوي فهو نفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يراد. كذا ينبغي أن يكون المسلم دائما، لا أن يكتفي بأناشيد وموالد يحييها في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا ينبغي أن يكون ناصرا لدين رسول الله سائرا خلف ركابه.